السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نفصل معكم هذا الكاب ديال الكانيش ولا المزافيل، كل واحد شنو كيقول له. هذا هنا عندي متر ونص، متر ونص في الطول، والعرض فيه متر و70، حيت هذا الثوب هذا كيكون فيه اكثر من متر ونص في العرض ديالو، كيكون فيه العرض بزاف. جبت هذاك المتر ونص، هذا هو الطول ديالو اللي عندي هنايا، هذه هي الحاشيه، وقسمته هكا على جوج، خليت الظهر يجيني كبر من الامام. هنا هذه البلاصه هذه هي اللي غتكون من الجهه ديال الامام، هذه غتكون من جهه الامام وهذه غتكون من الخلف. غندير له الفروض نوري ان شاء الله تنجيو نخيطو. هاد الجهه اللي ناقصه هي اللي غتكون من جهه الامام، وهذه اللي طويله هي من جهه الخلف، وهذه الحاشيه هنايا. هذا هو الطول ديال الثوب، ها هو فين قسمته ودبلته هنايا على 4. عندي هذا الكاب راه ساهل وكيجي زوين في نفس الوقت، هكا في البرد ديريه على الحوايج. غنبدا اول حاجه غادي نفتح هذه ديال الامام، وغادي نفتحها حيت هي اللي غتكون عندي من القداس. نجي لهنايا وغادي ندخل 8 سنتيم، هذه الدوره ديال العنق. وهنا بالنسبه للطول ديال الكمام، هذا هما هنا في غيكون عندي الكمام، غادي نقص منهم شويه على حساب هنا راه جايين طوال، غيجيوني حتى للتالي لهنا. انا بغيتهم يجيو طالعين شي شويه باش نعرفوا الكمام ديالنا شحال غادي نديرو في الطول. كنحيدو 20 ديال الكتاف هنايا، وكداك الساعه كنحطو العبار ديالنا ديال الكمام شحال كل واحد هو فيه كيبغيه، كاين اللي بغيه يجي غير نص غير حد هنا، كاين اللي بغيه يجي طويل، داك الساعه كتحطي انت شحال ما بغيت. انا غادي نديرو طويل، نديرو ناقص غير شويه، وندير في الطول ديالو 48 هنايا، ها فين جاتني. ومن هنا باش غادي ندير، ما غاديش نخلي هكايا مربع، غادي ندير شويه داير، غادي نجيب هاد الدوره ديال الكم وغادي ندور هكا، ديها غير بيديك باش هاد القنات هادو اللي عندي هنايا غادي نجيبهم مدورين هكا كما شفتو. هذا الخلف جهة هكا داير، هذا هو الكاب ديالنا كما شفتو كيجي على هذا الشكل. صافي هنايا في الامام غادي نحيد هذا ديال الظهر، هذا اللي مسدود، وغادي نجبد هذا الامام. هذا ما غيكونش عندي انا فيه القب، انا هذه هي الدوره عندي ديال الامام هي. غادي نجي هكا، ما غاديش نديرها دايره هكايا، غادي نشدها غادي نهبطها هكا حيت غيكون عندي فيه الفرور هنا في القدامي. نجي على هذا الشكل، مازال غندور له هنا الفرور في القدام، وهنا في الكميمات حتى هنا غادي ندير له هنا في هاد البلاصه هادي، تنطراسيها معكم من نكون كنخيط. نوريكم الاحسن، نوريكم هنا الطراساج ديال الكمام، حيت في الماكينه عندي الطبله تما ضيقه ما كنلقاش كندير نسرح الثوب. كما شفتوا هذا هو الامام اللي قلت لكم غادي ندير فيه الفرور، وهنا في هاد البلاصه هادي اللي هاد الخط اللي قلت لكم هنا ديال الكم
هنا في كنطراسي الكمام ديالي كندير 21 سنتيم، كيجيو شويه عراضين على حسب كيجي هذا فوق الحوايج. صافي كنعلم هنايا وكندير له داك الطريف الفورو. السلام عليكم، غادي نخيطوا هذا الكاب اللي فصلت معاكم. غنجيب الفورور ديالي غادي نحطو هكا، ونجيب هاد الكاب الجهه اللي قلت لكم غادي ندير فيها الفورور اللي كتكون من القدام، وغادي نحط هذا الفورور ديالي، هذا هو الوجه. وغنحط هذا التوب ديالي، غنحط له هاد الكفه ديالو على الوجه ديال الفورور. هنايا غنقلب هاد الشعره هادي هكا هكايا، وغنحط التوب ديالي هنايا مع هاد الحاشيه، وغندوز عليه بالخياطه هكايا. هذا هو الوجه ديال التوب، وهذا الوجه ديال الفورور هكا. وندوز عليه هنا بالخياطه، وعاد نولي نقلب عاود هكا الوجه، عاود ندوز بالخياطه المره الثانيه من هنا. دابا غادي نبدا نخيط. راه خيطته كما كتشوفوا، خيطته من هذه البلاصه. دابا غادي نقلبوا هكا لداخل باش يجينا فيني من هنايا، من هذه البلاصه يجينا فيني، ومن هنايا غندوز له خياطه في هذه البلاصه، غندير هكا لهذا الشعر وغندوز عليه بالخياطه من هنا. كما قلت لكم الصباط الا خفتوا يحل لكم في هذا الشعر ديال الفورور، ديروا له سكوتش، دوروا عليه السكوتش ودوزوا عليه بالخياطه، ولا تحاولوا معاه غير هكا بيديكم، تحاولوا تشدوا الشعره هكا ودوزوا، توسعوا الغرزه ديروها في ثلاثه ولا في اربعه ودوزوا من هنا. كم توا ندير له نفس الطريقه، غادي نجي البلاصه اللي علمت فيها قبيله ها هي، وغادي نحط هكايا. مشيتو شمي انا خيطو من هنايا، ندوز عليه بالنانا بالخياطه ونولي نقلب له هكا وجه للوجه. هنا راه دوزت له الخياطة هنا في هاد البلاصة هادي. دابا غادي نقلبو لعندي هكايا، وغندوز عليه الخياطة عاود المرة التانية، غادي نقلب هاد الشعرة هكا وندوز من هنايا. فاش خيطت الكمام غنشدو من هنايا، نقلبو هكايا على الكفة، غنشد من هنايا من هاد البلاصة هادي، وغادي نخيط هكا 21 سنتيم لقيح من هنايا. صافي هذا لكم، كما
هشو كيجي على هذا الشكل هذا. ومن هنا راه درت له السورجي، دورته كله بالسورجي من الحاشيه ديالو وصافي. هذا هو الكاب ديالنا. غادي ندير له واحد القويقات هنايا في القدام، شي الا بغات تشدو هكايا بالسيور وندير له قويقات في الراس، شي الا بغات مولاتو تشدو متخليهش محلول. وكيجيو منا كيجيو ديكور، غندير له وحده هنايا هاد البليصه هادي تجي مدليه هاد القنيتات.